ولنقاش ملف الملف النووي الإيراني وتهديدات بضربة عسكرية ضد إيران، ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم، شكرا على هذه الفرصة. سيد طارق، وصف الاتحاد الأوروبي مفاوضات الملف النووي الإيراني بالصعبة جدا، واعتبر الرئيس الفرنسي أن المفاوض الإيراني لم يأتي ليتفاوض. إلى أي مدى تتعثر هذه الفرصة من المفاوضات التي بدأت بشروط إيرانية؟ حقيقة هذه المرة الجانب الإيراني أوهم العالم بأخذه أكثر من 40 خديا في كثير من المجالات، منها النفط ورئيس البنك المركزي ومسؤولين إيرانيين آخرين كانوا يحتلون مراكز سيادية داخل إيران. لذلك أوهم العالم بهذه الطريقة أننا قادمون للاتفاق، لكن المقترحات التي أعطاها الجانب الإيراني هي شروط تعجيزية، بل مقترحات تعجيزية، منها رفع كل العقوبات التي أشيرت إليها غارات الأمم المتحدة منذ 2012 والضغوطات الأمريكية في ما يتعلق بموضوع المشروع الضغط الغصوى التي اعتمدته الإدارة الأمريكية السابقة. لذلك من المستحيل أن تأتي وتجلس القوة العظمى الـ4+1+ أمريكا وتتفق مع إيران في هذه الشروط. بذلك باغي كني مسؤول الملف الإيراني والمفاوض الكبير من الجانب الإيراني عندما صرح صباح اليوم وقال أنه في تقدم في هذه المباحثات، لكن كل الجوانب فندت هذا التصريح وفندت هذه مثل ما يقول التفاؤل. لذلك أنا أعتقد أن هنالك في أقل تقدير في هذه السنة لغاية نهاية ديسمبر لا يمكن للقوى العظمى أن تتفق مع إيران على أي شرط من الشروط المقترحة، ولا يمكن أن تكون هنالك اتفاق مبدئي يتم التعامل والتحرك على ضوئه. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن واشنطن تتحرك لتشديد العقوبات على إيران. هل أثمرت العقوبات التي فرضت في وقت سابق عن شيء حقيقي في ظل استمرار إيران في تهديد أمن واستقرار المنطقة؟ حسب المستجدات، حكومة وإدارة بايدن تراجعت من كثير من المعاهدات والقرارات التي كانت في زمن إدارة ترامب بالعالم موجودة إلا في الملف النووي الإيراني. لم تتراجع الإدارة الأمريكية في موضوع إيران، بل كانت حاسمة وشديدة حتى هذه اللحظة. وبذلك والدليل على ذلك أقصد أنه كثير من الأموال المجمدة الإيرانية هنا وهناك في العالم، من ضمنها في الصين، في الهند، في كوريا الجنوبية، لم يتم تحريرها ولم يتم إطلاقها، بل أن الأمريكيون ازدادوا باعتقالهم تجميد كثير من المصادر الإيرانية، من ضمنها ضبط أسلحة ومركب سفينة نقل نفط يومي أمس تحمل أكثر من 1,100,000 برميل في بحر العرب جنوب اليمن. فبهذه التحركات نستطيع القول أن الأمريكيين جادين ومستعدين أن يكونوا ويستمروا بنفس نهج الإدارة الأمريكية السابقة فيما يتعلق بموضوع إيران النووي. وكانت رويترز للأنباء قالت إن واشنطن تدرس إمكانية إجراء مناورات مع إسرائيل لضرب واستهداف منشآت إيرانية نووية. ما مدى صحة ذلك؟ وهل يمكن أن تكون هذه الضربة مباشرة لإيران؟ نعم، كما قالت رويترز صباح اليوم، وأنا أكلمكم اليوم ووزير الدفاع الإسرائيلي موجود في أمريكا، التقى بنظيره الأمريكي ولم يبلغه حتى بالتعهد الذي مفروض على إسرائيل أن تعطيه للولايات المتحدة فيما يتعلق بأي تحرك عسكري تجاه إيران، بل أخبر وزير الدفاع الإسرائيلي نظيره الأمريكي من خلال رسالة وجهها عبر رئيس الأمن القومي الأمريكي السيد جاك سوليفان، هو يهودي بالأصل. لذلك هذه تعتبر رسالة شديدة اللهجة توجه أولا للولايات المتحدة، ثانيا إلى الجانب الإيراني أيضا، بأننا ننظر إلى الملف الإيراني من الزاوية الأمنية بحتة،
وايضا رئيس الاستخبارات الاسرائيلي قام بنفس التحركات داخل الولايات المتحده والتقى بنظيره هو الامريكي رئيس الاستخبارات الامريكيه، فكل هذه المؤشرات تعطي بالضروره الصوره الحساسه والمتازمه في العلاقات لا سيما في الملف النووي الايراني. انا ارى ان هنالك لا وجود لاي تنسيق امريكي اسرائيلي في هذا المنظور الا في جانب التحركات والمناورات المشتركه، عدا ذلك اسرائيل اذا ما واجهت اي تهديد واذا ما واجهت ان هنالك ضروره بضرب ايران ستقوم بقصف المنشات النوويه الايرانيه وستقوم بضرب اي مكان عسكري تراه مناسب لايقاف البرنامج النووي الايراني. شكرا جزيلا لك. الناطق الرسمي لجبهه الاحواز الديمقراطيه طارق جاسم حدثنا عبر الهاتف من اوسلو.